تخيل يكون ده بيتك. مش طالب غير حاجتين بس، البيت ده اللي ورايا ومركب هنا، مش اكتر من كده. زي ما بيقولوا اتعشى. الجو حرفيا تلج. في السويد احنا هنا، والناحية التانية اللي قدامنا الدنمارك. شايفين ايدي عملت ازاي من الساعة؟ شققت. شايفين البيوت دي شكلها عامل ازاي؟ احنا في واحدة من اجمل المناطق هنا في مدينة مالمو بالسويد، دي منطقة الاغنياء. اقل بيت هنا يعمل له 500,000 يورو فيما فوق. طبعا احنا في موقع متميز جدا قرب البحر، دي اسمها منطقة الاغنياء، كلها بيوت غالية طبعا. وزي ما احنا شايفين الناس ساكنة في بيوت غالية، بس برضو عندهم ثقافة ان هم بيركبوا العجل. شايفين البط، حاجة في منتهى الجمال. اطول ناطحة سحاب هنا في المدينة تم افتتاحها عام 2005، وزي ما احنا شايفين المكان اللي حواليها كله فيلل وطبيعة وبحيرة. ده المكان اللي بيسكن فيه الاغنياء اللي في البلد. المكان تحفة، هدوء مفيش بعد كده. المكان الحلو ده عشان نشرب فيه قهوة. زي ما انتم شايفين كده ايدي اتجمدت، قعدت جنب الدفاية. دبل اسبريسو وامريكانو في مكان جميل زي ده وقرب البحر، 6 يورو. الساعة 6 حاليا، زي ما احنا شايفين شكل السماء اهو لما بينوروا الانوار وكده. البيوت شكلها جميل جدا. الناس هنا في السويد بتنام بدري وتصحى بدري. مشروع بقى البلد بالليل زي ما احنا شايفين مبهجة. شايفين الانوار، مالمو عجبتني جدا ولازم ارجع لها تاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك. سلام.